معبر رفح، نقطة التواصل الوحيدة بين قطاع غزة والعالم الخارجي. ليس جديداً أن يكون مثار خلاف بين مصر وحماس. ترى الأولى أن إغلاق بوابة المعبر أو فتحها أو حتى بناء جدار فولاذي على طول حدود قطاع غزة مع سيناء هو شأن مصري خالص، بينما ترى الثانية أن المعبر ارتبط بمعاناة فلسطينية لا تنتهي. أقصى ما يحلم به البعض في قطاع غزة هو السفر إلى القاهرة. كان الغزيون ينتظرون الكثير هذه الأيام عبر المعبر، بشارات عبور قافلة محملة بأطنان من المساعدات من 13 دولة كانت تلوح في الأفق لمواجهة حصار تفرضه إسرائيل على القطاع منذ أكثر من 3 سنوات. وكانت غزة هي نقطة النهاية في هذه الرحلة الطويلة، ولكن بعد معوقات ومواجهات بين فلسطينيين والشرطة المصرية، احتجاجا على تأخرها بسبب إصرار القاهرة على تغيير خط سير القافلة. وثمة توتر واضح بين القاهرة وحماس، وعلاقة تفتقد للاستقرار، وبعد أن قتل جندي مصري في مواجهات معبر رفح. ومع هذه التطورات المؤسفة التي صاحبت القافلة، إنني أدعو إلى لقاء عاجل ومباشر بيننا وبين القيادة المصرية والمسؤولين في مصر لمناقشة هذه الأوضاع. السياسة المصرية بشأن معبر رفح لم تتغير. فتح المعبر يتطلب قراراً متفقاً عليه بمشاركة أطراف أخرى بما في ذلك إسرائيل، أو العمل باتفاقية المعابر لعام 2005 قبل التلاقي الدموي بين قطاع غزة والضفة الغربية، وكلاهما نواة الدولة الفلسطينية المرتجاة. ولذا لجأ سكان غزة إلى الأنفاق كبديل عن المعابر المغلقة. تنتشر مئات الأنفاق على الشريط الحدودي كطوق نجاة لأهالي غزة من الحصار الإسرائيلي. تقول إسرائيل إن هذه الأنفاق تستخدم في تهريب السلاح من سيناء إلى غزة، فتلجأ إلى قصفها بين الحين والآخر. وعلى وقع تحليق الطائرات الإسرائيلية وأصوات القصف، يتعايش أهل غزة مع المشاهد الباعثة على الخوف من القادم، وأمام تهديدات بشن هجوم جديد. أحمد ماهر، BBC.